شكرا معالي الوزير. أنا في الحقيقة سعيد أن أتواجد معكم، أولا لأقدم التهنئة مرة أخرى بشكل مباشر على توليكم لمنصبكم الهام، وكل ثقة منذ أن تحدثنا تليفونيا والآن بعد هذه المشاورات أنكم سوف تطلعون بما لديكم من خبرة واسعة بهذه المهمة بما فيه صالح المملكة الأردنية الهاشمية وأيضا التضامن والعمل العربي المشترك. هذه يمكن ثالث زيارة لي للأردن انطلاقا من الحرص الذي توليه مصر والسيد الرئيس لهذه العلاقة الخاصة. هي علاقة متميزة إنها تتسم بالانفتاح الكامل والتطابق في وجهات النظر والاهتمام بتنمية العلاقات في كافة مناحيها، وأكدت مشاورتنا حاليا نفس هذا التوجه، ومصر حريصة أن تظل علاقتها بالأردن علاقة تعاون، علاقة لمراعاة المصلحة المشتركة وأيضا مواجهة التحديات العديدة التي تواجهنا وتواجه المنطقة العربية في الوقت الراهن. نحن تبحثنا حول القضايا الإقليمية ووجدنا أن كل هذه القضايا لنا رؤية مشتركة إزاءها، وسوف نستمر في العمل تنسيق مع الأردن استعدادا للقمة العربية، ثم بعد ذلك بمقتضى رئاسة الأردن للقمة العربية للتعامل مع كل هذه التحديات بمزيد من الفاعلية والقدرة على التأثير على هذه التحديات والأوضاع بما يخدم مصلحة الاستقرار والنهوض بجهودنا المشتركة للتنمية لشعوبنا والشعوب العربية. نحن نهتم بالتدعيم أيضا للعلاقة الثنائية والمخرجات التي أسفرت عنها اللجنة العليا المشتركة، وبالتأكيد أنه هذا شق هام في علاقتنا سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي والثقافي، وهذا ما يربط فيما بين مصر والأردن من امتزاج، من توافق فكري وحضاري يجعل القدرة على التواصل والتعاون دائما في حالة من التعزيز والارتقاء. أنا شاكر على حفاوة الاستقبال وهذه الفرصة، ونكون أول زائر عربي لكم بعد توليكم لمنصبكم، فهذا كان حرص مني وفضل منكم لاستقبالي في ظروف أنا متأكد أنها مليئة بالمشاغل. شكرا جزيلا.